دكتورة ليان مدرسة مادة اللغة العربية للصف السابع. سنتعرف على أسماء أبناء الطلبة المشاركين. تفضلي. يارا العلي. تفضل. مش باني. جار البرجة. غزال أسعد. لجين قرهجة. شاهد تقلة. درسنا لليوم من مادة قواعد اللغة للصف السابع بالوحدة الثالثة بعنوان فعل الأمر. في البداية سأذكر بدلالة الفعل. فالفعل في اصطلاح النحاة يدل على حدث مقترن بزمن، ودلالة فعل الأمر هو أنه يدل على طلب حصول الحدث في المستقبل، أي بعد زمان المتكلم. أقول مثلا جاد اجلس، أطلب من جاد الجلوس وسيقوم بتحقيق الفعل بعد زمن المتكلم، سواء كان بعد زمن المتكلم مباشرة أي في المستقبل القريب أو بعد فترة في المستقبل البعيد. سنبدأ بالفكرة الأولى بالدرس. أقرأ محمود البيت الشعري. البيت الشعري هنا للشاعر معروف الرصافي من قصيدة الفنون الجميلة التي وردت في الوحدة الثانية من دروسكم. تفضل محمود. قال معروف الرصافي: واجعل حياتك غضة بالشعر والتمثيل والتصوير والموسيقى. أحسن. استخرج الفعل الأمر الوارد بالمثال هنا. اجعل. لاحظ أن الفعل هنا من حيث الصحة والاعتلال نوعه صحيح. أخذنا أيضا بالوحدة الأولى فعل الصحيح والمعتل وأنواع الصحيح، والفعل هنا اجعل صحيح سالم. لاحظوا أيضا أنه لم يتصل به أي ضمير أو حرف، وهنا يكون الفعل مبني على السكون، وبحال أسند إليه ضمير نون النسوة أيضا يكون مبني على السكون. فالفعل هنا فعل أمر مبني على السكون الظاهرة، وأيضا هنا فعل أمر مبني على السكون، والضمير المتصل به في محل رفع فاعل. إذا يبنى فعل الأمر على السكون بحالتين: إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، وإذا اتصلت به نون النسوة. من يقرأ القاعدة؟ تفضلي. فعل الأمر مبني يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء. أولاً. إذا اتصلت به نون النسوة. تمام. فعل الأمر دائماً مبني، سبق ومر معنا ذلك في السنوات السابقة. ننتقل إلى التطبيق. اقرأ محمود. أيتها الطالبات اجتهدن في طلب العلم. اجتهدن في طلب العلم. استخرج فعل الأمر الوارد في المثال. اجتهدن. بماذا اتصل؟ نون النسوة. لاحظوا نون النسوة نون مفتوحة، اتصل هنا فعل الأمر بنون النسوة فهو مبني على السكون. إذا اجتهدن فعل الأمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. سننتقل إلى الفكرة الثانية بالدرس من خلال قراءة الأمثلة أولا. تفضلي شهد، قرأي المثال الأول. انصرنا الوطن بكل ما تملك. لاحظي النون هنا مشددة، انصرنا الوطن بكل ما تملك. هذه ليست نون النسوة، النون هنا مشددة، هي حرف لا محل له من الإعراب، يفيد معنى التوكيد. المثال الثاني. تفضل يارا. احفظنا عهد الوفاء لوطنك الغالي. احفظنا عهد الوفاء لوطنك الغالي. أيضا فعل الأمر الوارد هنا بالمثال احفظنا، واتصل به نون خفيفة تعتبر من حروف التوكيد، نون التوكيد الخفيفة لا محل لها من الإعراب. إذا الفعل الأمر الوارد بالمثالين انصرنا واحفظن فعل أمر، لاحظوا هنا بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. نقول في إعرابه فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد سواء كانت الثقيلة أو الخفيفة، والنون حرف لا محل له من الإعراب، إنما دلالته التوكيد بالمعنى. سننتقل إلى التطبيق أو اقرأ القاعدة أولا. تفضلي. فعل الأمر على الفتح يبنى الفعل الأمر على الفتح إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. أحسنتي. سننتقل إلى التطبيق. اقرأ جاد. اقرأ الجمل الآتية ثم أصنف أفعال الأمر وأرتبها في جدول وفق المطلوب. اقرأ السطر الأول.
يعني ساء الوطني استهمنا أسهمنا في تطويره. أين فعل الأمر الوارد في المثال؟ أسهمنا. صح، بماذا اتصل؟ بنون النسوة. تمام، نون النسوة نون مفتوحة، والفعل هنا مبني على الفتح، مبني على السكون. انتبه، الحرف الأخير بالفعل هو الميم، والنون هنا ضمير مبني على الفتح. إذن فعل الأمر الوارد في المثال الأول أسهمنا، الضمير المتصل به نون النسوة، فهو فعل أمر مبني على السكون. اقرأي المثال الثاني. أيها الطالب اجعلنا تقديم المعروف غايتك وافعلنا الخير في كل مكان. استخرجي فعل الأمر الوارد الأول. اجعل. الثاني. افعلنا. لاحظي أن الفعل اتصل به حرف نون التوكيد، هنا الخفيفة وهنا الثقيلة، فالفعل هنا يبنى على الفتح. أحسنتي. إذن الفعل هنا اجعلنا وافعلنا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. سننتقل إلى الفكرة الثالثة بالدرس. صديقتنا تفضل اقرأ المثال الأول. انحوا سبيل العلم. انحوا سبيل العلم، أي بمعنى اقصد سبيل العلم. لاحظوا أن الفعل هنا إذا قمنا بإرجاعه للزمن الماضي، والأصل في الزمن الماضي، سنلاحظ أنه معتل، فهو نحى بالزمن الماضي، حذف منه هنا حرف العلة. وأيضا في المثال الثاني تفضلي. اسعى إلى النجاح. أيضا هنا فعل معتل الآخر حذف منه حرف العلة، فهو بالزمن الماضي سعى. تفضلي اقرأي الفعل المثال الثالث. اجني ثمار جهدك. ثمرة جهدك. أيضا أين فعل الأمر الوارد هنا؟ اجني. اجني هو معتل الآخر. لاحظوا أن الفعل أصله هنا نحى، سعى، جنى، قد حذف منه حرف العلة لأنه مبني هنا، نستنتج أنه هنا مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. اقرأ القاعدة غزل. يبنى فعل الأمر المعتل الآخر على حذف حرف العلة من آخره. إذن تحدثنا أن فعل الأمر مبني على السكون ومبني على الفتح، وهنا مبني على حذف حرف العلة. ننتقل إلى التطبيق. اقرأي يا رب. استخرج فعل الأمر الوارد في الجملة الآتية وأعربه. أيها الشاب احمي الوطن كما حماه الأجداد. استخرجي فعل الأمر. احمي. احمي هنا فعل معتل الآخر، بني هنا الفعل على حذف حرف العلة. ممتاز، أحسنتي، رائع. إذن فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره، والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنت. ننتقل إلى الفكرة الرابعة والأخيرة بالدرس. انشروا الهولة وصبوا ناركم كيفما شئتم فلن تلقوا جبانا. فعل الأمر الوارد في البيت هنا انشروا، أيضا الفعل الثاني الوارد في البيت صبوا، اتصل به واو الجماعة، واو الجماعة ضمير في محل رفع. المثال الثاني تفضلي. يا فتاة اسلكي طريق الإبداع وحققي أمانيك. استخرجي فعل الأمر الوارد. اسلكي. اسلكي والثاني وحققي. لاحظي هنا أن الفعل اسلكي اتصل به ضمير اسلكي ياء المؤنثة المخاطب، وكذلك حققي أيضا اتصل به ضمير ياء المؤنثة المخاطبة. في المثال الأخير تفضلي. أيها المعلمان أسهما في نشر العلم. أسهما في نشر العلم، اتصل به ألف الاثنين. بالرجوع إلى الزمن المضارع للأفعال الواردة، نتذكر أن هذه الأفعال من الأفعال الخمسة. انشروا تنشرون، مرفوعة بثبوت النون. أسلكي تسلكين. أسهما تسهماني، هي من الأفعال الخمسة، سبق ومر معنا هذا الدرس أيضا بالوحدة الثالثة. ونلاحظ أن الفعل هنا في حالة الرفع يرفع بثبوت النون، وكون مضارعه من الأفعال الخمسة فالفعل هنا مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. اقرأ القاعدة محمود. يبنى فعل الأمر على حذف النون إذا اتصلت به ألف الأثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، أي إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة. أحسنت، كما مر معنا هنا في المثال الأول اتصل به واو الجماعة، في المثال الثاني ياء المؤنثة المخاطبة، في المثال الثالث ألف الأثنين، مفهوم؟ طب ننتقل إلى التطبيق. نستخرج فعل الأمر الوارد. تفضلي.
استخرج فعل الأمر الوارد في كل مما يأتي، ثم أبين علامة بناء كل منه مع ذكر السبب. الأول ربوا على الإنصاف فتيان الحمى. ربوا على الإنصاف فتيان الحمى، أين فعل الأمر الوارد؟ ربوا. ربوا مضارعه من الأفعال الخمسة. أحسنت، إذن هو فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، ويمكن أن نقول لاتصاله بواو الجماعة. غزل اقرأ البيت الثاني أو المثال الثاني. انشران معرفتي المعرفة بأقلام علمكما. انشرا المعرفة بأقلام علمكما. الفعل الأمر الوارد انشرا، اتصل به ألف الاثنين، إذن هو مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. جاد اقرأ المثال الأخير. كللي جمال العلم بالخلق القويم. كللي جمال العلم، أين فعل الأمر؟ كللي. كللي، اتصلت به يا المؤنث المخاطبة. جيد، أحسنت، هنا أيضا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المؤنث المخاطبة أو لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. فعل أمر مبني على حذف النون من آخره لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، والألف أو الواو أو الياء ضمير متصل في محل رفع فاعل. من يعيد قراءة القاعدة العامة؟ تفضل يا رب. القاعدة العامة، فعل الأمر فعل مبني ويبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء أو إذا اتصلت به نون الإناث. أحسنت، محمود. الفتح إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. أحسنت. جار حذف حرف العلة من آخره إذا كان معتل الآخر. يا رب. حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، أي إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة. أحسنتي، رائع. إذن فعل الأمر يبنى إما على السكون أو على الفتح أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون. شكرا لحسن إصغائكم، أسأل الله التوفيق للجميع.